اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم في برنامج يوم جديد في هذا الصباح. بسعدنا نتحدث عن مؤتمر التربية والتحديات المجتمعية التي تقيمه جامعة الطفيلة في محافظة الطفيلة. أكثر عن هذا الموضوع بسعدنا يكون معنا الدكتور أحمد القرارة، عميد كلية العلوم التربوية في جامعة الطفيلة، وأيضا ضيف من المملكة العربية السعودية من وزارة التربية والتعليم محمود العسيري. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية. ويعني دكتور، نبدأ دكتور أحمد عن هذا المؤتمر وهذا الموضوع، ويمكن موضوع جميل جدا بأن تأخذ الجامعة دورها المجتمعي من خلال التواصل مع المجتمعات. أستاذ حازم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر الجزيل لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هذه المؤسسة الرائدة التي تغطي جميع الفعاليات على مستوى الوطن. الحقيقة من منطلق وظائف الجامعة الثلاث وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، جاء سلسلة المؤتمرات التربوية تعقد كلية العلوم التربوية في جامعة الطفيلة في كل عام، وهذا العام جاء المؤتمر تحت اسم التربية والتحديات المجتمعية، وذلك ل التحديات والمستجدات والتغيرات والحركات التي أصبح في الوطن العربي. جاء هذا المؤتمر استجابة لهذه التحديات وهذه وما أثر هذه التحديات والتغيرات والمستجدات على منظومة العملية التعليمية. فمن هذا المنطلق جاء انعقاد هذا المؤتمر الذي يهدف أول ما يهدف إلى دراسة واقع التحديات والتغيرات والمستجدات على عناصر العملية التعليمية، ثم الاستفادة من خبرات ونقل خبرات والتجارب من الجامعات العربية للجامعات الأردنية والمؤسسات التربوية. وكذلك اتاحت الفرصة لزملائنا العرب في وزارات التربية والتعليم أو في الجامعات العربية للاطلاع على التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال، وكذلك هناك بعض الأهداف التي تكون مرافقة لهذا الهدف، وهو يعني الاطلاع على بعض المناطق السياحية والأثرية وخاصة في مناطق طفيلة، منها يعني قرية وحمامات عفرة وقلعة الطفيلة، ثم إتاحة الفرصة حتى الاطلاع على البتراء لأنه أحد أيام المؤتمر سيقام في منطقة البتراء، وبالتالي نحن يعني يكون خدمة تربوية واجتماعية وسياحية في هذا الجانب. ممتاز، يعني راح نحكي أكثر بتفاصيل أكثر عن المؤتمر، لكن أيضا بسعدنا يكون معنا الأستاذ محمود العسيري، يعطيك ألف عافية، ونحكي عن مشاركتكم كوفد سعودي في هذا المؤتمر، وأيضا توأمة في موضوع التربية وموضوع التعليم فيما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في هذا المجال بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق الإنسان معلمه البيان، جعل العقل نعمة والفكر موهبة، أسبغ علينا آلاء المعرفة وجعل ركائزها القراءة والاطلاع وسيفها القلم، وأصلي على المعلم الأول محمد بن عبد الله وبعد. أولا أشكر التلفزيون الأردني باسمي وباسم زملائي المشاركين من الدول العربية، أشكر التلفزيون الأردني وأشكركم، أشكر البرنامج القائمين عليه، وأشكر جامعة الطفيلة على رأسها سعادة مدير الجامعة وسعادة رئيس المؤتمر الدكتور أحمد قرارعة على عمل مثل هذه الفعاليات الكبيرة والقوية التي تساعد المجتمعات العربية على الالتقاء والتواؤم في مثل هذه الأبحاث والدراسات الميدانية التي تساعد في نهوض مجتمعاتنا إلى التحديات المجتمعية بشكل عام. نعم، ممتاز. يعني أيضا عن مؤتمر ومشاركة عربية في هذا المؤتمر، دور المؤسسة التعليمية، دور الجامعة أو المدرسة بشكل عام، يعني أي إشي تعليمي في خدمة المجتمع المحلي في التواصل مع أبناء المجتمع المحلي. دور الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 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 النهوض بهذا المجتمع المحلي هو دور بناء. دائما ننظر إحنا كباحثين في الدراسات والأبحاث، ننظر إلى الإشكالات التي تعيق وتتحدى التربية التي هي ثقافتنا وموروثنا الثقافي العربي، بدأ يضعف بهذه التحديات وهذه النهضة المعلوماتية والأشياء هذه. أصبحنا الآن يعني في إشكالات دولية أو إشكالات، يعني من خلال هذه المؤتمرات نبحث عن الحلول، نبحث عن هذه الحلول حتى التحديات اللي يكون هناك تنمية شاملة في المجتمع ويأخذ دوره الإيجابي في تنمية المهارات والتواصل مع المؤسسات التربوية.
محمد أيضا نتحدث عن أروقة هذا المؤتمر، أهم أوراق العمل التي ستناقش، الدول المشاركة، نعم، الوفود، نعم، المشاركة في هذا المؤتمر. نعم سيدي، تضمن هذا المحتور 6 محاور. المحور الأول حول البيئة التعليمية الآمنة، ويندرج تحت هذا المحور العنف المجتمعي، وانت تلاحظ صحيح. أستاذ حازم، زيادة العنف المجتمعي في المجتمع العربي ككل، والعنف في الجامعات، وهذه من أكثر المشاكل التي نعانيها في الجامعات الأردنية والجامعات العربية، هذا تحدث. ثم عندنا المناهج، محور آخر. ثم المعلم وإعداد المعلم العربي والكفايات التعليمية التي يجب أن تتوفر في المعلم العربي، وعندنا البحث العلمي والاقتصاد المعرفي والقبول في الجامعات. الحقيقة تحت هذه المحاور كذلك تتضمن العديد من الفروع التي في هذه المحاور جميعا. تحت هذا الشيء، ما هي انعكاسات الواقع العربي الجديد على هذه المحاور؟ ما هي انعكاساته على البحث العلمي؟ ما هي انعكاساته على العنف المجتمعي؟ هل هذا العنف هو ناتج عن التغيرات والتجديدات والحركات الإصلاحية التي يعني حدثت في الوطن العربي؟ ما هو انعكاسه على المعلم العربي وإعداده وكفاياته؟ ما هو انعكاسه على البحث العلمي؟ ما هو انعكاسه على تطوير التعليم العام أو والتعليم الجامعي؟ ما هو انعكاسه على الاقتصاد المعرفي اللي الآن هو يعني فكرة كل دول العالم وجامعات في العالم تبحث حول ترسيخ مفهوم الاقتصاد المعرفي، وبالتالي كيف يمكن لنا، وإحنا في الأردن الحقيقة يعني لنا دور رائد في عملية الاقتصاد المعرفي وكيفية تسويق إنتاج المعرفي. ثم تحت هذه المحاور الحقيقة في المؤتمر شارك حوالي 80 ورقة من 100 باحث عربي من الدول العربية المشاركة، مصر والسودان والجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية وعمان والعراق. يعني هذه الدول كلها مشاركة في يعني تقريبا، بالإضافة للباحثين الأردنيين من الجامعات الأردنية ومن وزارة التربية والتعليم ومديرياته ومدارس. تحت هذه المحاور قدمت أوراق بحثية ثم حكمت، وإن شاء الله راح تناقش هذه الأوراق العلمية البحثية في يومي المؤتمر، يوم 23 ويوم 24/4 في جامعة الطفية في مقرها. ممتاز. يعني كمان احنا نتحدث عن مشاركتكم كوفد سعودي كباقي الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، أهمية المشاركة العربية الواسعة، أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال، أهمية يعني يمكن احنا المجتمعات كلها قريبة من بعضها، لكن أحيانا تبحث عن أسلوب تواصل جديد لإقناع الطرف الآخر ولاستقطاب أكبر قدر ممكن من المجتمع ليكون معك في المؤسسة التربوية والتعليمية. نعم، لا شك يعني أنه المؤتمرات التواصل الذي تتيح هذه المؤتمرات بالدول العربية لحل الإشكالات، حتى أكتسب خبرة أنا قادم من المملكة العربية السعودية وغيري قادم من الدولة الأخرى والثانية والثالثة، أكيد الإشكالية التي يجدها الباحث في هذه الدولة العربية أستفيد منها أنا في دولتي وفي بلدي، وهكذا والعكس صحيح. عندما نطرح هذه الإشكالات ونبحث عنها ونبحث عن الحلول ونضع التوصيات، فإننا بالتالي نكسب الوقت بشكل عام ومن هذا القبيل. صحيح. مدى الاستفادة من هذه المؤتمرات؟ أكيد لو ما في استفادة ما كانت تكرر. صحيح. كل سنة. الآن احنا الحمد لله رب العالمين وصلنا المؤتمر الدولي التربوي الرابع الخامس عفوا، فهذا دليل على انه في 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 جد في في عمل استفادة. وفي جدية وفي استفادة من هذه المؤتمرات. ردود فعل يعني كونك وفد من الوفود المشاركة، ردود نعم. فعل الوفود الأخرى، يعني هل بتحس أنه في يعني يمكن جهد نعم. في جدية في الوصول إلى المؤتمر نعم. في حماس نحكي أنك تيجي على المؤتمر نعم. سنة حديث نعم. استفادة في هذا المجال؟ نعم، الأول لا شك أن المملكة الأردنية بشكل عام يعني هي منار للعلم، وطالما هي منار العلم فالدول العربية عندما تشاهد هذه الدولة وتسمع عن هذا المؤتمر أقيم في الأردن، والأردن بالذات لا نقص في الدول الأخرى لا، لكن الأردن بالذات منار للعلم وخاصة التربية والعلوم الطبية، فلذلك جميع المشاركين حريصين على الحصول على الوصول وحريصين على المشاركة بأبحاث، وحتى حكمت فيها في جامعات أردنية، هذا شيء جيد يعني يجعل البحث يرتقي بنفسه من مكان إلى مكان آخر. ممتاز. أيضا دكتور، شو بتحب نوجه رسالة للمجتمع المحلي في والله هو طلاب أساتذة نعم في مثل هذه نعم المؤتمرات؟ هو قبل يعني لا ننعم احنا بأمور كثيرة في الأردن، لكن من الأمور الخاصة بالأردن حقيقة هو التطور العلمي والتربوي في مجالات حتى كان يعني مرارة لمعظم الدول العربية. النقطة الثانية، الأمن والأمان الذي نلعن به
في الأردن جعل العديد من الباحثين في الدول العربية جميعها التركيز على الأردن. نعم في هذا حتى يعني إحنا وصلنا عدد كبير هائل من الأوراق، يعني آخر شيء بطلنا نقبل أوراق من كثرة، لأنه أنت عارف أنه يعني الأردن يكاد يكون من الدول العربية المحيطة بنا هي المنطقة التي يعني تعيش في جو آمن مستقر الحمد لله. فهذا شيء شجع العديد من الباحثين في دول الخليج أو في شمال أفريقيا أو في العراق أو في باقي الدول للمشاركة بالأردن، وهذا الحقيقة ننعم به أحمد الله عز وجل على هذه. نعم رسالتي إلى المجتمع للمؤسسات التربوية المدارس والجامعات ووزارة التربية والتعليم هو التفاعل مع هذا المؤتمر وحضور هذا المؤتمر والاطلاع على أوراقه، وإحنا أوراق المؤتمر يعني بننشرها على سيديهات ثم بعد شوي بننشرها في كتاب محكم بيصدر عن الجامعة للاستفادة ونقل تجارب الأردنية لباقي المؤسسات ثم نقل التجارب العربية للمؤسسات الأردنية ونقل تجاربنا إحنا حتى نعيش في هذا الجو التربوي اللي احنا نستفيد حتى نلحق بركب الحضاره والتقدم العلمي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايضا استاذ محمود كلمه اخيره تحكي وتحكي لنا، احنا حابين انه هل تفاعل المجتمع المحلي زي ما بدكم بالمملكه العربيه السعوديه؟ فعلا التفاعل ايجابي جيد جدا بل ممتاز. حلو. المؤتمر في الاردن هو بحد ذاته شيء عظيم للباحثين، انا ذكرت، ولذلك يجب علينا كلنا ان ندعم هذه المؤتمرات بابحاثنا ومن جميع الدول العربيه. ايوه وانا اشكر في اخر الكلام اشكر القائمين على هذه المؤتمرات وعلى راسهم سعاده الدكتور احمد قرارعه. الله يخليك. نعم. ان شاء الله احنا سعيدين جدا بوجودكم معنا وان شاء الله تكون الاستفاده كامله لكل المشاركين في هذا المؤتمر الخامس، ونشوف ايضا العديد من المؤتمرات لمصلحة التربيه والتعليم، لمصلحة التعليم العالي، لمصلحة مجتمعاتنا المحليه في المملكه الأردنية الهاشمية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أوطاننا العربية إن شاء الله دائما. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا الله يخليكم. مشاهدينا متواصلين معكم بيوم جديد، خليكم معنا.